مشاهدينا الكرام، عن تصريحات رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن وجود 3 نسخ للدستور الحالي في العراق كتبها المحتل الأمريكي، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أهلا بكم أستاذ كامل. أهلا بك. بداية، يعني ما تفسيرك لحديث رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن وجود 3 نسخ للدستور الحالي في العراق كتبه المحتل الأمريكي؟ على ماذا يدل هذا الموضوع، وكيف توافق هذه الأحزاب التي تريد أو تقول بأنها التي قادت الدولة توافق على وجود 3 نسخ غير محترفة وفيها الكثير من الأخطاء من هذا الدستور؟ بكل احترام للدكتور علاوي، يعني هو أيام كان بكامل قواه الصحية والمعروف عنه شعبيا وحتى رسميا أنه أبو ما أدري، أما وراء 18 سنة يتذكر أنه هناك 3 نسخ أكثر من نسخة للدستور العراقي. هذا الكلام ليس دقيقا وليس واقعيا. والحقيقة الدكتور علاوي هو أول ضحايا القضاء الدستوري. وأنا عندي تجربة معه لما صدر قرار الاتحادية عام 2010، كتبت مقال حددت بانحراف المحكمة الاتحادية بخصوص الكتلة الأكبر، وطلبت حجر المحكمة، وهو اللي دعاني وأخذ المقال ونشره في جريدة بغداد اللي كانت تصدر باسم الوفاق، وطلب تكرار نشر المقال لمدة 3 أيام. المشكلة في القضاء، المشكلة في المحكمة الاتحادية وليس في الدستور. ليس هناك نسخ، موضوع نسخ الدستور في كل اللجان والهيئات والمؤسسات والدول التي تكتب الدساتير تعد نسخ وتخضع للفحص والتدقيق من لجان وهيئات واستشاريين. يعني هل تقصد حضرتك بأنه إياد علاوي اختلق هذه القصة بوجود نسخ للدستور غير محترفة؟ نعم، اختلقها وهو يعرف المشكلة بالقضاء. وحتى لما قابلناه بال 2012 قال المشكلة في القضاء، واحنا بلا قضاء. ما مصلحة، يعني أستاذ كامل، ما مصلحة إياد علاوي الآن في هذا التوقيت أن يتحدث عن وجود نسخ أخرى للدستور فرضها المحتل الأمريكي، وتحديدا قال بأن السفير الأمريكي الأسبق زلماي خليل زاده هو الذي فرض على الأحزاب الحاكمة كتابة الدستور وبعجالة؟ لماذا الآن تخرج هذه الرواية؟ لا، الحقيقة يعني معروفة، كل اللي اشتغلوا بكتابة الدستور، وأنا كنت عضو في مشروع العدالة الانتقالية حتى قبل التغيير، وكتبنا نسخ من الدستور لبناء الدولة العراقية الجديدة. وفيما يتعلق بسفير زلمان، كانت هناك غرف للي هم متخصصين بالدستور كتبوا مسودات وناقشوها، وكانت هذه المسودات يتم مناقشتها قانونيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا وحتى لغويا، وتذهب على الفور بعد كل اجتماعات إلى واشنطن للتدقيق والتمحيص والترجمة، ويستفادون من فرق الوقت، ترجع فتعتمد النسخة التي يقدمها الطرف العراقي وتوافق عليها العراقيون. طيب، أما موضوع الأمريكان أعتقد يعني هذا ظلم وباطل ورددها القضاء. أنا بس أود أن أكرر سؤالي لحضرتك، أنه ما مصلحة إياد علاوي بهذا الطرح في هذا التوقيت؟ الخوف من القضاء. القضاء الآن يصفي مثل النيشات. بكرة إذا قال علاوي أنه المشكلة بالقضاء وإحنا ضحايا القضاء أيام المحمود، بكرة يصدر عليه أمر قبض، ولا يستطيع علاوي ولا طاقم علاوي أن يدخل بغداد. طيب، نعود إلى جزئية الدستور أستاذ كامل. حضرتك تتحدث عن الدستور وتقول بأنه الدستور كتب بعناية شديدة. طيب، لكن هذا الدستور الحالي وإن كان موجودا وإن كتب بعناية ووفق رؤية خبراء، لكنه لا يطبق منه
النصوص الحقيقية الموضوعة في هذا الدستور، هناك تلاعب بمواد الدستور، هناك خروقات تمارس هذه الأحزاب الموجودة في العراق ببنود هذا الدستور. يعني مثال بسيط نضربه عن الخروقات الموجودة: قمع حريات التعبير عن الرأي والحريات بشكل عام في العراق، السماح بوجود ميليشيات هي مواد تحظر أو تحظر على الدولة أن تسمح بوجود فصائل تحمل السلاح خارج إطار الدولة، المادة 9 الفقرة باء موجودة في الدستور تقول هذا الشيء، والموضوع لا يحترم. يعني ما قيمة وجود دستور إن لم يكن هناك تطبيق لهذه المواد؟ بالضبط، يعني هذا اللي احنا طلبنا ب 2010 انه الدستور تحطم بتحريف المحكمة الاتحادية، وهذا اللي ما قرر زيدان بمقالاته المنشورة على موقع السلطة القضائية وفي مقابلاته التلفزيونية. قال بالحرف الواحد انه جرت خروقات قديمة من الهيئة السابقة، وحتى الآن نحن بمحكمة جاسم عبود الاتحادية خرقنا الدستور لنجد ملافذ ومخارج حتى تستمر العملية السياسية اللي أنا أسميها إجرامية. لو قدر لأي لجنة وطنية أو دولية أو عربية قانونية أو فقهية دستورية تأتي لتدقق فيما إذا كان الدستور العراقي مطبق، يعني حتى 50% ما مطبق منه. أنت تتحدث عن الحقوق والحريات، أكو مسائل أخطر من هذا، شكل الدولة، أين هو مجلس الاتحاد حتى يكمل السلطة التشريعية، أين هي استقلال تشكيلات السلطة القضائية، والآن فارق زيدان هو الرئيس إمبراطور القضاء، لا يقبل أي مشاركة بموضوع قيادة السلطة القضائية خلاف الدستور الذي قال السلطة القضائية تتشكل من محكمة اتحادية ومجلس قضاء ودعاء عام وإشراف قضائي والمحاكم الاتحادية المحلية الأخرى. أستاذ كامل، حضرتك خبير قانوني كذلك، عندما يتم تجاهل أو تلاعب أو التعدي على فقرات ومواد موجودة في الدستور، ألا يبطل هذا عمل الدستور؟ ألا يجعل الخروقات تبطل العملية القانونية أو موجودة في العراق أو شرعية هذا النظام الحاكم، باعتبار أنه لا يلتزم بالقوانين، يخالف القوانين الموجودة والموضوعة في الدستور؟ إذن ألا يجب أن يكون هناك حساب لمن يخالف الدستور أو عاقبة تكون هناك؟ بالضبط، هذا اللي تفضلت به، هذا هو السؤال الذكي. أولا لو تقرأ الدستور بالمادة الأولى الحقيقة ليس بعيدا ومكتوب بالعربي، يقول تطبيق الدستور هو الضمان لوحدة العراق. إذا لم نطبق الدستور البلد غير موحد، وهذا هو الواقع. الأمر الآخر أنه غياب المحمود بهدوء بدون محاسبة جعل زيدان أنه صار أسوأ من محمود، واليوم الناس وخاصة المختصين يترحمون على أيام المحمود في المحكمة الاتحادية وبقية التشكيلات. وإذا لم يحاسب زيدان على الخروقات وتأثيره على الهيئة الجديدة بالفوضى اللي صنعها والانسداد اللي صنعها الآن، سنشهد غياب زيدان بالمستقبل القريب وظهور من هو أسوأ من عنده إذا لم يجري محاسبته. فهو موضوع الحساب مهم، كل ما حاسبنا كل ما كشفنا الجرائم والمخالفات والانحرافات ومتسببيها، بدونها سنستمر في حلقة الخراب. شكرا جزيلا لك أستاذ كامل الحساني، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. شكرا جزيلا.